موجودة معانا النهاردة اتطلبت كتير قوي في الكومنتات، فعشان كده انا النهاردة جيت عشان اتكلم عن عربية عملية في نفس الوقت سعرها كويس وكمان قطع غيارها مناسبة جدا. واول فئة من العربية اللي موجودة معانا النهاردة ب 395,000. العربية هي كيا سبورتج ال 2020 الجديدة. العربية الكيا سبورتج عملت نجاح كويس قوي من اول ما ظهرت في الاسواق المصرية وعالميا كمان. ليه؟ لان هي العربية بتتمتع بان هي عربية عالية داخلة في منافسة قوية جدا مع عربيات تانية في نفس الفئة، لكن هي بصراحة العربية بتكسب لان العربية قطع غيارها موجودة وسعرها كويس، وفي نفس الوقت العربية مشاكلها تعتبر مفيش. العربية الكيا سبورتج ال 2020 الجديدة زي ما انتم شايفين العربية شكلها حلو جدا وبعدين عملية جدا، مساحة التخزين بتاعتها كبيرة، غير ان انت كمان تقدر تتني الكنبة اللي ورا وتكبر مساحة التخزين، فالعربية تقدر تستخدمها في استخدامات كتير. العربية بتنزل بموتور 1600 سي سي 140 حصان. العربية كانت قبل كده بينزل منها فئة تيربو، لكن الجديد بقى ان الخمس فئات اللي موجودة من الكيا سبورتج ال 2020 الجديدة كلها نفس الموتور 1600 سي سي ال 140 حصان. بتختلف الفئات ما بين بعضها بحاجات كتير زي الاير باكس، زي نظم الحمايه اللي موجوده في العربيه، زي الصالون، زي الاضاءه، زي الشبوره، زي فتحه السقف البانوراما وفتحه السقف العاديه وغير السقف خالص. كل الكلام ده بيختلف كل فئه غير الثانيه. لكن اللي عايز يركب العربيه علشان يستخدمها استخدامات عمليه فعلا، فانت معاك عربيه سعرها كويس قوي في السوق دلوقتي موجوده. العربيه موديل 1 بيقدمها اول فئه ب 395,000 جنيه. في اخر الفيديو هنزل لكم كل الفئات بالاسعار بتاعتها. تعالوا بقى نبص بصه كده سريعه على وش العربيه. الايرو دايناميك اللي موجود او اللي نفذته شركه كيا في العربيه دي ممتاز جدا. يعني زي ما انتم شايفين كده الخطوط بتاعت الكابوت، كمان الشبكه بالتطعيمات النيكل بتاعتها مديها برده شكل شيك قوي وشكل رياضي جدا للعربيه، رغم ان العربيه تعتبر عربيه يعني عربيه كوري، انتوا عارفين الكيا طبعا عربيه كوري، لكن بصراحه الشكل بتاعها يشد قوي. طبعا بعد كده لما شركه كيا شافت ان الشكل ده عمل نجاح في الاسواق العالميه بدات تنزل العربيات بتاعتها كلها تقريبا بنفس الشبكه اللي هي متاخده من الكيا سبورت. العربيه طبعا بتنزل سبورت والعربيه عاليه على الارض، عربيه اس يو في ممتازه جدا. ده بالنسبه لشكل العربيه، غير طبعا الكواليس الادابتيف اللي فيها ليد فيها باي زينون، غير الشبوره، غير التطعيمات بتاعه الاسود الميتاليك والتطعيمات اللي بالسلاح الامامي الاسود بالمره. ده باختصار شديد جدا وش العربيه. تعالوا بقى ندخل العربيه ونشوف باقي الكماليات الخاصه بالعربيه، ونتكلم بقى في اخر الفيديو على ان انت ممكن العربيه دي تشتريها بصورة بطاقتك بس. ازاي؟ تعالوا بقى نكمل من جوه واقول لكم التفاصيل. رجعنا دلوقتي العربية الكيا سبورتج ال 2020. اولا العربية الخامات بتاعت العربية تحس لا يعني متكلفة، مش وحشة، لا خالص مش وحشة. يعني انا بصراحة عجباني اول خامات. طبعا الفئة اللي احنا راكبينها دي هي اعلى فئة، ففيها كل حاجة، فيها فتحة سقف البانوراما، فيها الشاشة، فيها الترا المالتي فانكشن، فيها العدادات، فيها كل حاجة. العربية طبعا الشنطة بتفتح لوحدها كهرباء وبتقفل برضو كهرباء. العربية طبعا عربية اوتوماتيك، الموتور ال 1600 140 حصان. انا شايف من وجهة نظري الشخصية ان الكيا سبورتج بصراحة يعني تفوقت على نفسها في الاصدار الاخير من السبورتج او الجيل الاخير من السبورتج. ليه؟ لان انا شايف ان العربية عملية جدا، يعني تقريبا هما مش سايبين حاجه للصدفه. صوت الساوند سيستم على فكره حلو قوي. العربيه بتنزل من اول فئه، بتنزل بواحد اير باك، بعد كده اثنين اير باك. العربيه اللي احنا راكبينها دي
فيها 8 اير باجز. الفئه يعني الفئه اللي هي الثانيه دي بتنزل ب2 اير باج، والاولى بتنزل ب1 اير باج. طيب خلينا نقول الاسعار زي ما احنا اتفقنا، الاسعار زي ما احنا اتفقنا، العربيه بتبتدي من اول 395000 جنيه. ايه اللي يخليك تشتري الكيا سبورتج؟ السعر، العربيه عمليه جدا، والصيانات بتاعتها بسيطه جدا ومش مكلفه خالص. طبعا عايز اقول لكم العربيه على الطريق، هي عربيه كوري، لكن برضو العربيه على الطريق حلوه، والصيانه بتاعتها ناعمه، صوت الموتور مفيش، التكييف بتاعها حلو جدا. على فكره العربيه فيها تكييف امامي وكمان فيها تكييف خلفي. الجلد بتاع العربيه بيحسسني ان احنا راكبين عربيه الماني، يعني في خامات حلوه قوي موجوده في الكراسي. الكراسي طبعا العربيه الفئه اللي احنا راكبينها كراسي كهرباء. العربيه فيها هنا مكان يو اس بي وقاعه طبعا، غير الكاب هولدرز، غير المكان الخاص بالتخزين الكبير قوي، تقدر تحط فيه حاجات كتير قوي. العربيه وانت قاعد ورا بقى مستريح، يعني انت بيقعد في الكرسي او في الكنبه اللي ورا قاعد مستريح، ما عندوش مشاكل. انا كمان قاعد قدام اهو مستريح برده، ورجلي مفروده ما عنديش مشاكل. واحد وحده التخزين برده اللي هنا اللي في التفروه برده واسعه وكبيره. عايز اقول لكم ان انت برده العربيه فيها دول زون للاير كونديشن، فانت تقدر تظبط درجه حراره التكييف هنا بدرجه، واللي قاعد هنا تظبط درجه الحراره بتاع التكييف بدرجه ثانيه خالص. طيب خلينا نتكلم بقى سريعا عن انظمه التقسيط. شركه موتور وان او معرض موتور وان يعني هو متعاقد مع حوالي 14 بنك غير اربع شركات تقسيط مباشر، فانت تقدر تجيب العربيه دي عن طريق التقسيط المباشر لو انت عندك مشاكل في الايسبور، او تجيب العربيه دي عن طريق البنوك لو انت ما عندكش مشاكل في الايسبور. طبعا التقسيط المباشر تقريبا الفايده بتاعته بتبقى اعلى شويه من الفايده بتاعه البنك، فانت ليك حريه بقى ان انت تختار. تقدر الناس اللي كانت بتسال يعني ايه اشتري عربيه بصوره البطاقه، في فعلا انظمه تقسيط تقدر تشتري بيها العربيه بصوره البطاقه، فانت بتقسط براحتك وما عندكش اي مشاكل. طبعا ده هيبقى راجع لحالتك الائتمانيه، يعني لو انت وضعك الائتماني مناسب او قوي، فانت تقدر تجيب العربيه بصوره البطاقه. خلاص، فطبعا انتوا هسيب لكم الارقام بتاعه المعرض، تقدروا تتصلوا بالمعرض وتعرفوا كل التفاصيل الخاصه بالتقسيط. ده باختصار شديد جدا كل الكلام اللي كنا نقدر نتكلم فيه في العربيه الكيا سبورتج، وهينزل لكم التقييم بتاعي دلوقتي على الشاشه، سواء بقى الراحه الخاصه بالعفشه او بالموتور وقوه الموتور او بالجنوط والكاوتش او باعاده البيع، لان بصراحه برضو العربيه دي في اعاده البيع قويه جدا جدا جدا. ده باختصار شديد الفيديو بتاع الكيا سبورتج، والفيديو اللي جاي مستناكم تكتبوا لي في الكومنتات عايزين نعمل ريفيو ايه في الفيديو اللي جاي. تابعوني دايما على قنواتي الشرعيه، او تابعونا دايما على قنواتنا الشرعيه على السوشيال ميديا، شريف ياسر اون تراك على فيسبوك، يوتيوب اون تراك او شريف ياسر، على تيك توك شريف ياسر 7، وعلى الانستجرام شريف ياسر اوفيشال. كان معاكم شريف ياسر من موتور 1، واشوفكم دايما على خير. السلام عليكم.